GFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على التايم لاين. ولما اتكلم على التايم لاين لازم اقول لك ان ده اهم جزء في برنامج الفلاش المتعلق بالانيميشن والزمن. عندنا في المشروع بتاعنا او في الملف بتاعي الانيميشن ده كده، وهو بنظام الفريم باي فريم. لما بحرك من هنا بمسك التايم لاين معايا، وده اني ماسك بالماوس كليك شمال واعمل دراج للتايم لاين بالشكل ده، هلاقي الانيميشن بتاعي بيتحرك زي ما انت شايف. طيب ده كل ده مسمينه فريمات، يعني الفريمات عندك مترقمة في الفلاش 1 5 10 15 20 زي ما انت شايف. اوكي طيب، ده كل ده فريمات. ممكن اختار يعني لو انا ضغطت ضغطة واحدة على اي فريم ممكن اختار كده، وعندي هنا السكرول ده بيساعدني شوية ان انا بتنقل بين الفريمات. عندي لو رحت اخر السكرول خالص اللي مديهولي افتراضي اخر حاجة 300 او 835، طبعا ممكن اكتر من كده بكتير، بعدد لا نهائي من الفريمات، وده كله بيأثر على الزمن بتاعك. وقلنا الزمن بتاعك قبل كده بيحدده عدد الفريمات اللي موجودة مع ال FPS او الفريم بير سكند. لو عندي 24 فريم بير سكند يبقى عندي ال 24 فريم بيعملوا لي ثانية واحدة. طيب تعال نشوف ازاي. يبقى هنا 24 فريم، هنا لو جيت شفت الثواني من هنا اللي هي elapsed time هلاقيها 1 second، ال SD يعني اختصار second. يبقى هنا لما باجي بختار اي فريم بروح كده بلاقي الفريم بيظهر لي رقمه هنا. ممكن كمان اضغط ضغطة هنا بيلاقيني بكتب واقول له مثلا 20 وانتر، بيوديني عند الفريم 20 بالظبط. هنا التايم بتاع او الفريم ريت، وده اللي موجود في الحتة دي يبقى 24. وهنا كام بالثانية، يعني انا وصلت كام بالثانية دلوقتي عند الفريم اللي انا واقف عليه. لو وقفت عند ال 24 يقول لك والله انت ثانية، لو وقفت عند ال 25 هديك ثانية برضو، يعني بدأ يقول لك ثانية وواحد من جزء من 10 معايا رقم الفريم الكلام. يبقى الجزء ده خلاص خلصناه، وفاضل معايا في الجزء ده اللي هو البلاي والستيب فورورد واللاست فريم. ده موجود في الفلاش CS5.5 واللي بدأنا نشرحه معانا في الكورس ده لأنه نزل أثناء شرح الكورس. يبقى بقول بلاي، الفريم شغال معايا ماشي معايا والانيميشن معايا ماشي فريم باي فريم اهو، ويعمل ستوب للآخر. عايز اوصل للآخر يبقى go to first frame. لو عايز امشي اروح على اخر فريم بضغط كده يبقى go to last frame. لو عايز ارجع from by frame بالطريقة دي ده اني اضغط بالماوس بلاقي بالشكل ده بدأ يعمل لي ورا، وبعدين كده يبقى frame by frame لقدام. دول هنشرحهم بالتفصيل، بس هنقول لك اسمائهم. دي سنتر فريم، ودي هنقولها ازاي. ده لوب، وده الانيون سكين، وده الانيون سكين اوتلاينز، وده الايديت مالتيبل فريمز، وده الموف موديفاي ماركس. طيب خلينا بقى نقول ازاي اتعامل مع الفريمات دي، وايه اللي انا الاسود ده وايه الجراي وايه الابيض اللي هو في الاخر ده وايه اللي والحاجات دي كلها. طيب اول حاجة انا ممكن اتحكم في اي فريم من دول واعرفه بنوعه. يعني الاسود اللي انا شايفه ده النقطة السوداء يبقى في حاجة جوه الفريم، يبقى الفريم ده في حاجة مرسومة او في اي اوبجكت سواء كان كتابة او اي حاجة حتى لو مش ظاهرة قدامك، يبقى اعرف ان الفريم اسود كده يبقى في اي داتا. لو جيت ضغطت على الفريم كده بعد لما فتحت طبعا اللير بتاعتي بلاقي يعلم لي على كل الاوبجكتات. لو انا حاطط 100 حاجة جوه الفريم ده بيعلمها لي بالشكل ده، يبقى ظلل لي عليها. يبقى هنا صورة البنت الصغيرة دي ظلل لي عليها على طول، او هنا ظلل لي عليها اهو. يبقى الفريمات دي مش موجود فيها الا طبعا هي متسمية باسم كاركتر انيميشن عشان دي اللير الخاصة بالانيميشن بتاع البنت.
يبقى احنا عرفنا العلامة السوداء دي يبقى جواها فرام، جواه ايه؟ اي داتا، اي حاجة. طيب والعلامة البيضاء اللي هي دايرة مفرغة في النص، ده يبقى بلانك كي فريم. بلانك كي فريم يعني فريم موجود بس ما مش جواه اي حاجة، مفيش جواه اي حاجة، فاضي. يبقى ده عكس ده. طيب خلينا نشوف بقى ايه الحتة الجراي دي. الجراي ده هو الزمن بتاعك، ده طول ما انا ماشي في كل الجراي ده الزمن بتاعك. هو واقف لي عند 280 اهو، يبقى ده زمن. هو وقف الانيميشن على كده، وبعدين مشي زمن، بعدين وقف. حتى لو عملت دراج بعد كده مفيش، ما يدينيش دراج بعد كده، لان الزمن بتاعي الموفي بتاعي وقف وبعدين يبدأ يعيد نفسه من اول على طول. يعني لو عملت تيست الموفي بكنترول انتر بلاقي حاجة زي كده. شوف الوقفة في الآخر دي، وقفت ثبتت شوية وبعدين اختفت الشمس وبعدين مشيت شوية. ليه بقى اختفت الشمس؟ لأن أنا الجراي ده قلنا اللي هو تايم، التايم بتاعي خلص، أنا وقفته ببلانك فريم فنهيته هنا في اللاير بتاعت الصن. فلاحظنا إن الصن اختفت. لو أنا جيت دي في الآخر وجيت رجعت كده هبص ألاقي الصن معايا لغاية آخر حاجة، اوكي، وبدأت تختفي لي هناك. لو عايز اشيله خالص ممكن اشيله، بس خلينا نتكلم ازاي تشيل وتحذف الكلام ده في الفيديو الجاي. يبقى انا عرفت اول حاجة الكي فريم ده اسمه كي فريم، يبقى دايرة وجواها علامة سودة، يبقى ده في اي حاجة من جوه الدايرة وجواها علامة بيضة، يبقى ده كي فريم بس بلانك، يبقى بلانك كي فريم. الجراي ده عبارة عن زمن بتاعي، طبعا المستطيل اللي في الآخر ده معناه اللي هو ده نهاية الزمن، اوكي، ده نهاية الزمن. ولو جينا نقلنا ده مسكناه كده ونقلناه ألاقي مساحة بيضة بعدها، أقول لك ده مفهوش، مش قاري أي حاجة قبل. يعني الصن طول ما هي والله في الجزء بتاع الجراي هي ظاهرة، بعد كده بلانك فريم وراح قاطع لي الصن خالص ومش باينه معايا، فبقى اديني ابيض بالشكل ده، اوكي. وبعدين بمسك التايم لاين بالشكل ده اهو، بتنقل بيه زي ما انا عايز اهو. عايزك تشتغل معايا ودايما تبقى يعني تعمل يعني تبقى فاميليار مع البرنامج او تبقى صديق للبرنامج كده وما تخافش منه. امسك الليارات اهو بالشكل ده، الفريمات تختارها عادي جدا، وممكن اعمل دراج لاي فريم من دول في اي حته انا عايزها. اهو مسكت الصن وديته هنا وديته هنا، بس دي طبعا البي جي، فانا مش هاجي ناحيه البي جي هنا، فهخليها هنا. شايف هنا ايه اللي حصل لي؟ طول ما في علامه بيضه كده مفيش، يبقى فاضيه الحته دي، المنطقه دي فاضيه خالص. بدأ يعمل لي مستطيل هنا ويقول لي اهي دي نهاية العلامة البيضاء وبداية كي فريم اهو، بدأت تظهر لي. ليه؟ لأن ده في الصن أنا حاطط فيه رسمة عادية خالص دايرة وعاملها بالنظام الريديال ده، وبعدين مغير الألوان بتاعتها ومفيش أي مشكلة لو أنت عملتها معايا، واحنا خدنا الكلام ده قبل كده بالتفصيل. يبقى هنا أهو روح هنا دي كده. انا لما باجي كده على الفريمات، لو انا ضغطت مثلا على الفريم ده ضغطه يبقى انا حددت على الفريم، لو جيت شلت بعد الضغطه دي كده مسكته هيتنقل معايا، اوكي. بس في فرق بين كده وبين لو انا جيت من اولها رحت جاي ضاغط ما سبتش ورحت جاي ساحب، يبقى انا كده بعمل ايه؟ بحدد الفريمات. يبقى انا كده بحدد الفريمات اللي انا عايز اعمل فيها اي حاجه، سواء ديليت سواء اكسبان، يعني هنعرف الكلام ده كله اهو. يبقى انا اهم حاجه في الفيديو ده ازاي امسك الفريمات وازاي اتنقل بينهم بالشكل ده اهو، احدد مفيش اي مشكله، انقل الصن
معانا كمان البلانك فريم، ممكن اضغط ضغط عليه كده واروح جاي ماسكه تاني، يبقى ضغطة حدد عليه وبعدين اروح ماسكه. انا لو حددت على حاجة فاضية كده برضو نفس الطريقة، يبقى انا حددت على حاجة فاضية رحت جاي سايب وضغطت تاني مسكت الفريم. بص بقى لو سبت اللي حصل عمل لي ايه؟ عمل لي كوبي من اخر فريم موجود، يعني الصن دي مفيش فريمات بعدها، كل ده فاضي. تمام، يبقى في واحدة هنا كي فريم وبعدين كل ده فاضي فاضي. وراح لما عملت الحركة دي راح عامل لي كوبي اوتو كوبي على طول. تعالى نرجع تاني، اهو جيت كده على فريم فاضي ورحت جاي ضغط عليه تاني ورحت ساحب. لاحظت معايا اللي هو مسك لي فريم واحد اهو، لو سبت هيروح واخد لي نسخة من اخر فريم قبله. لو الصن هنا يبقى هي هنا، لو في اي حاجة من دول يبقى هيعمل لي كابلية تاني. نجرب فوق، فوق اخر فريم والبنت واقفة. تعالى بقى على 270 كده ضغطة وبعدين ضغطة كمان واسحب، راح عامل لي كده. تعالى البنت واقفة برضو، اه واقف محركها ليش ولا اي حاجة. تمام، يبقى دي طريقة التعامل مع الفريمز. نتدرب عليها كويس، الفيديو الجاي نبدأ نشتغل بقى في الفريمات، ازاي تعمل كوبي وديليت والشغل بقى اللي اعلى من كده شوية. سلام عليكم.